هلا نحكي عن الجلوبال ويب نت. على فكره الجلوبال ويب نت فكره انه يصير جلوبال ويب نت هي فكره يعني بجوز اجت يعني بالتزامن او بعد شويه من يور ويب نت. القائمين عليها الجلوبال ويب نت هو كريستيانا فيلبام اللي عملت الويب نت وبيك فويسن هذا الهولندي جامعه امستردام. هم بجوز انشط ناس في الجلوبال ويب نت بس الكل مشارك. ولما نقول جلوبال ويب نت هو نحكي عن اسوشيشن يعني في منظمه زي ان جي او عالميه اسمها جلوبال ويب نت اسوشيشن. هاي الويب سايت تبعها بتنظم مؤتمر كل سنه او كل سنتين وفي وحتى بتلك الويب نتس مش عارف مين هي ان ذا وورلد يعني بتكبس عليها بتشوف كل الويب نتس اللي في العالم. في كثير لغات والغريب اللغات صار لها ويب نتس وفي ويب يعني في اكثر من ويب نت مرات للغه يعني اللي في الهند في ترى اكثر من ويب نت هندي واكثر من ويب نت ايطالي واكثر من ليه؟ لا مش لانه اكثر من لغه. انا بدي اعمل ويب نت العربي وانت بدك تعمل ويب نت العربي اكثر من جمعه ان شاء الله. فا اي دونت كير مش احكي معك انا الثاني بدي اعمل فانا بروح ابعمل وانت بتروح تعمل. وهي الموجود بس دكتور انت بتحكي بالدول الواحده كان يسوى اكثر من ويب زي الهند مثلا. مش عندهم لغة واحدة ولا أكثر؟ أكثر الهند في 200 لا 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 مش بالسبب إنه عندها أكثر من لغة هي نفس اللغة الهندية لا 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 الناس متسابقين أنا هو اللي بده يكون يعمل الويب نت تنافس فهي تأسست سوري زي ما حكيت لكم يور ويب نت يور ويب نت خلصت 99 هي تأسست عمليا بال 2000 هلا في كثير وهذا السلايد الرقم بجوز هلا يعني مش دقيق لانه صار اكثر انا عملته بجوز قبل فتره. في كثير ويرد نتس موجوده لمعظم اللغات. اللغات اللي عمركم مرات تسمعوش فيها بتلقوا لها ويرد نتس. زي ما انتم شايفين في ايش كمان؟ ويرد نت للعربي وهون بدي احكي لكم قصته لانه مش عامل عن سلايد. هو يقال او بيقولوا المؤلفين اللي عملوه انه هو عباره عن 10,000 كونسبت فقط مش يعني مش اكثر من هيك. لما احنا عملنا له داونلود لقيناهم 5,000 او 6,000 واحد اثنين لقيناها ترجمه للانجليزي ترجمه من الانجليزي ف وي دونت ريلي كونسيدر انه في ورد نت العربي. هاي اول هاي اول وعلى فكرة هذا المشروع كان كمان فند من السي اي اي مباشرة يعني اشتغل فيه اللي عملت الويرد نت بس كمان اشتغل فيه كمان شوية ريسيرشرز عرب. هاي أول مبادرة وانتهت وحتى يعني هم بعد ما حد بيحكي عنها. في مبادرة ثانية صارت من جامعة الدول العربية إنها تعمل ويرد نت وأنا كنت المفروض أكون عضو فيها. للأسف بديش أعطي تعليقات بس الموضوع كثير يعني لا أعتقد إنه بيطلعش باختصار. لا أعتقد أو أعتقد جازم إنه مش هيطلعش. يعني ما بقولك أول شيء جامعة الدول العربية فيش عندها فاندنج طبعاً. هم بدهم يقولوا لنا ساووا إنتو. والناس لا ما نسكوش مع بعض منيح. فما في. ويرنت العربي. هلا احنا طبعا بالمعهد بنعمل ورد انطولوجي للعربي مش ورد العربي. تختلف. هذه محاضرة جاية. نفس الفكرة الجلوبال ويرنت هو كل الفكرة بتكمن في شو؟ انه استعملوا يا ناس نفس ستراكتشر لما تيجوا الاسوشيشن شو دورها؟ تعمل كوردينيشن شوية كوردينيشن. انه يا ناس بدكم تعملوا ويرد نت للغتكم استعملوا نفس ستراكشر واعملوا مابينج على بعض. تعملوا مابينج على بعض يعني اذا في كونسبت في اللغه الانجليزيه وكونسبت باللغه العربيه ليش اختار العجلي كمان مره؟ اعمل مابينج عليه لان اذا عملت مابينج على انا على الانجليزي واليوناني عمل مابينج على الانجليزي بطلع انا واليوناني معمول نقدر نعمل ماب على بعض اوتوماتيكلي بعدها مظبوط؟ مفهوم؟
each language encode the same core set of concepts plus cultural specific concepts. يعني زي your word يعني اللي اعمل معاه بس اذا ما لقيتش ضيف اللي عندك. وهنقول في اي سؤال؟ طبعا لو بدنا نقول لو سالت انا سؤال انا يعني بدي اعمل شويه ديسكشن معكم. اول شيء اول سؤال نسال، هل في حدا منكم بيقدر يعمل لنا داتا بيس سكيما للويرد نت؟ شفتوا انا شو شرحت شو الويرد نت صح؟ لو اعطيتك الويرد نت بدك تخزن الداتا بيس، كيف بدك تخزنه؟ كيف؟ يلا هذا تعمل سكيما بالهواء يعني هيك بالضبط. يعني في عندنا تيبل بده يبقى فيه مفهوم الكلمة الكونسبت. اول شيء هات ونخذ حاول اول تيبل كل حط فيه الكلمة نعطي اي دي للكلمة والكلمة نفسها صح. طيب ديسكريبشن. وعلى فكرة انا بضيف عليها بنقدر كمان نحط انها نام ولا بير الجلوس مثلا بعدين نعمل الجلوس كولوم بعدين للكونسبت بعدين ديسكريبشن. عملنا اول تيرم سميناها تيبل تيرم المرادفات الكونسبتس بدك تجيب الكونسبتس تيبل للكونسبتس بدنا نجيب تيبل للكونسبتس في كونسبت اي دي او سنسيت اي دي وفي الكلوز بكفي وبدك تربطهم مع بعض. هلا بدنا نربطهم مع بعض في وير كونسبت تيبل ونحط رقم الكلمه ورقم الكونسبت ورقم الكونسبت إذا بقول لك يوسف بدنا كمان تيبل للسينونيمز. لا مش 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 صحيح بيسميش. لا ما هو دكتور هو ما عندي كلمتين يشتركوا إذا كلمتين اشتركوا فهي نفس الشيء. طب بدنا نخزن البروسيمي نخزن البروسيمي بدنا تيبل؟ لا برضه نقول كلمتين إذا شو بدنا كمان؟ اها بدنا نخزن هلا السب تايب اوف البارت اوف. كيف ممكن نخزنهم؟ ممكن نخزنهم بالتالي نخزنهم بحد طريقتين، يا منحط كونسبت ريليشن كونسبت زي الار دي ال هذا الكونسبت سب تايب اوف هذا الكونسبت هذا الكونسبت بارت اوف هذا الكونسبت او بنخزن البارت اوف والسب تايب اوف كل واحد يتابل بنسمي التابل سب بارت اوف اي سوري بنسميه مثلا سب تايب او تايبس بنقول سب صوبة مزبوط والبارت اوف نفس الشيء ملاحظين؟ طيب واتس ذا ديفرنس بتوين سنسيت والكونسيبت؟ اذا في حدا منكم بيقدر يجاوب هذا السؤال بشكل دقيق باخذ علامه فورا. الكونسبت مش مال السنسيت جوا السنسيت. شو بالضبط اللي انا بدي اياه؟ تنافس على العالم. الكونسبت هو المفهوم اللي في دماغنا. السنسيت الكلمات المتعدده اللي بتمثل هذا الكونسبت. هذا شو بحكي لك عن بعض؟ شو بحكي لك عن بعض؟ الكونسبت واحد، سنسيت اكثر من كلمه بتوصف هذا الكونسبت. يعني الكونسبت بيكون الفكره اللي موجوده في دماغنا هذا وصف الها السنسيت. وصف الها؟ كلمات بتعبر عن هذا الكونسبت وبتوصف هذا الكونسبت. كلمات بتوصف الها. ايمان؟ نحن اول شيء. يعني زي ما حكوا انه الكونسبت هو الشيء الاساسي والسنسيت هي الكلمات اللي بتعبر عنها. بتفق على كل اجوبتكم صح يعني 90% فواضح انه يعني انا اول واحد جاوب 90% مش اول واحد اول واحد 50% من الجواب وكم الاسماء. هاو بريسايز ذي هوبونومي؟ هل بتعتقدوا انها بريسايز؟ او شو الفرق بين ما حد يسالني سؤال طب في فرق بين الهوبونومي من سب كلاس اوف سب تايب اوف تعتمد على العلاقة يعني ممكن تربطها في فرق؟ نعم هو في فرق
الفك هذا انه خليه اشرحه في المحاضره الجايه اللي هي عن العرب والمترجم. يعني علامه اشرح ثاني انت كمان.